أول سؤال يخطر للذهن، شنو هو الذكريات اللي تسترجعها في الرديف، وشنو كان دورك في الرديف في الانتفاضة الأولى في الرديف؟ الذاكرة تحملني إلى أول ما تحملني يوم 9 أفريل لما خرجوا نساء أهالي الحوض المنجمي واعتصموا من أجل إطلاق سراحنا، لأنه يوم 7 أفريل تم القبض علينا وتم الضجر بنا في منطقة الشرطة بقفصة، ولولا نساء الرديف لكنا ذهبنا إلى السجن، لكن بتضحياتهم إلى طيلة يومين أنا وهم وهن في اعتصام، وفي الأخير إذن تم إطلاق سراحنا إذن بفضل اعتصامهم ذلك. وأيامات رديف وأيامات الملحمة الميدانية والإعلامية، شنو كان دورك بالخصوص مع بالتنسيق مع الفاهم بوكدوس؟ ولرفع الحصار الإعلامي على الانتفاضة قناة الحوار التونسي، لأن كنا نتعامل معها عن طريق الفهم كدوس، كنا نقوم بتصوير المسيرات، الاعتصامات، التصريحات، وكنا نقوم ببعثها إرسالها إلى فهم كدوس، والفهم كدوس يقوم بإرسالها إلى قناة الحوار التونسي ونفس. وحاليا توا مشروع قانون العدالة الانتقالية، شنو رأيك في المشروع الرسمي، وشنو رأيك في المشروع اللي مقترحته التنسيقية الوطنية المستقلة العدالة الانتقالية؟ بالنسبة للمشروع الرسمي، نحن أولا ضد هذه الوزارة، وزارة العدالة الانتقالية، إحداث هذه الوزارة إذن يبعث العديد من التساؤلات. أعتقد أنها هذه السلطة تريد عدالة انتقالية حسب قياسها، لأن هناك العديد من القضايا التي طرحتها بعض الأحزاب، طرحتها إذن طرحها المجتمع المدني حول محاسبة إذن الفاسدين، وإلى حد الآن لم يتم إذن لم نرى إذن محاسبة إذن شفافة وموضوعية إلى هؤلاء الفاسدين. فنحن نرى الآن الفاسدون في الشوارع إذن، وهم في مناصب ما زالوا إذن في مناصبهم إذن التي كانوا عليها في عهد الدكتاتور. بالنسبة إلى المرسوم، نحن ضد مرسوم 97 لسنة 2011 الذي يحدد تاريخ الثورة التونسية من 17 ديسمبر إلى 28 فيفري. إذن نطرح السؤال، هل أن الثورة التونسية إذن بدأت في هذا في هذه الفترة؟ أعتقد أن في الرديف وفي الحوض المنجمي الثورة بدأت من 2005، إذن في 5 جانفي 2005 2008. شعارات إذن الشعارات التي رفعت أثناء ثورة 17 ديسمبر هي شعارات كلها شعارات الحوض المنجمي. كذلك الثورة سميت بثورة الكرامة. نحن في 2008 سمينا إذن انتفاضة الحوض المنجمي انتفاضة الكرامة، وهذا موثق. فنحن نطالب إذن هذه السلطة بتنقيح إذن هذا المرسوم، والتنقيح الذي يدرج إذن شهداء وجرحى الحوض المنجمي إذن في شهداء الثورة. وكان ذكرنا قديش عنا من شهيد بالنسبة لانتفاضة الحوض المنجمي، قديش من جريح؟ بالنسبة للشهداء 4 شهداء، لأن لدينا 3 شهداء من الرديف وشهيد من أم العرايس. بالنسبة للجرحى إذن حوالي 40 جريح، ولكن تتفاوت إذن الأضرار. هناك العديد من الجرحى ما زالوا يعانون إذن إعاقات خاصة في النصف الأسفل من أجسامهم. منذ الرديف 2008 ومنذ انتفاضة الكرامة إلى حد الآن 2012،
مرورا ب 14 جانفي وهروب بن علي. شنو تبدل في رديف حاليا في 2012؟ لم يتغير شيء، لم يتغير شيء، بدليل انه هناك غياب تام لمظاهر السلطه في رديف. ليست لدينا اذا نيابه خصوصيه برغم محاولاتنا انه باش نكون نيابه خصوصيه، ولكن السلطه اذا تريد ان تضع اذا عناصر من الحزب الحاكم في هذه النيابه الخصوصيه. ليس المعتمد غير موجود، ليس هناك معتمد في رديف. الامن غير موجود كذلك، بعض اعوان الشرطه الذين يقومون بعمل اداري فقط، مثلا استخراج بطاقه تعريف او جواز سفر او شهاده اقامه، عمل اداري بحت. والوضعيه الاقتصاديه؟ الوضعيه الاقتصاديه لم تغير شيء. اذا الان الملفات 2008 ما زالت اذا مطروحه على هذه، اذا السلطه لم يتغير شيء. اذا ما زال اذا نسب البطاله والشباب اذا في حاله، اذا في حاله بطاله. لم يتغير شيء، بالعكس اذا الوضعيه اذا زادت تازما. وحرصا منا على اذا على اداره اذا المدينه، نحن اذا نقوم باداره المدينه بشكل توافقي مع جميع اذا اهالي سكان رديف. من عندما تحصل اذا مشكل، اذا مثلا انقطاع الماء لمده ايام، اذا تتجمع بعض الاهالي وممثلي الجمعيات المجتمع المدني وكذلك بعض الاحزاب، ونقوم اذا باعتصامات لتجاوز اذا المشاكل الموجوده اذا في الرديف. في انتفاضه الكرامه بالحوض المنجي من 2008 شفنا انه زوز اطراف اللي كانوا مستقلين ميدانيا من التضامن والفعل مع المحتجين في الحوض المنجمي، زوز اطراف هذوما اللي نجم نقولوا هما حركه النهضه واتحاد تونسي للشعب. زوز اطراف هذوما بيدهم حاليا نشوفوا فيهم في معركه وهميه، البعض يوصفها بالوهميه، البعض اخر يوصفها بالشكليه. صراع يعني حاليا أفرز عن اتفاق. شنو رسالة أهالي الحوض المنجمي للطرفين هذوما؟ وشكون وقف معاكم يعني ميدانيا وفعليا؟ في 2008 بالنسبة للطرف بالنسبة اللي وقفوا معنا هم الأحزاب اليسارية، إذا الشخصيات اليسارية، الرابطات، المجتمع المدني خاصة، إذا المجتمع المدني اللي تحط عليه في عاد بن علي، إذا متمثلة في الرابطة وجمعية نساء ديمقراطيات. ثم تشكلت لجنة مساندة إذا من بعض إذا القوى التقدمية للدفاع عن أهالي حوض المنجمي. بالنسبه للاتحاد العام في شغل، اذا لم يعترف اذا بمطالب الحوض المنجمي، بل هو كان طرفا، اذا كان طرفا في المشكل، باعتبار انه الكاتب العام للاتحاد الجهوي اذا بقفصه هو الذي كان يدير اذا المعركه تجاه اذا هذه المطالب، لانه مطالبنا فيما تتمثل؟ كانت تتمثل في إعادة إذا مراجعة القائمة، قائمة إذا الناجحين في شركة فرات قفص. والكاتب العام للاتحاد الجهوي إذا كان شريك مع السي بي جي مع شركة فرات قفص في تقاسم إذا هذه الانتدابات. كذلك بالنسبة للاتحاد العام في الشغل، إذا قام إذا الاتحاد الجهوي بتجميد عضوية الأخ عبد الحاج إذا من العمل النقابي، لأن هذه رد فعل إذا كانت إذا وكانت وهذا القرار إذا كان مدعوما من قبل السلطة. إذا السلطة إذا ضغطت على الاتحاد الجهوي باتخاذ قرار تجميد. معناها نجم نقولوا باش نكونوا أكثر دقة، إنه قيادات النهضة وقيادات الاتحاد التونسي للشغل هما اللي استقالوا
من الملح من دار ضيف، وفما اطراف منهم اللي دعموا السلطه معنا على حساب اهل الضيف. نعم استقالوا، اذا المكتب التنفيذي استقال. اذا في البدايه بدايه الانتفاضه استقال اعضاء المكتب التنفيذي من هذه القضيه. ثم بالنسبه انا لا استطيع ان اقول انه في الفتره في تلك الفتره لا استطيع ان اقول ان هناك حزب نهضه في تلك الفتره. حتى المحامين الذين دافعوا علينا هم سمير ديل ونور الدين البحيري، هم هما محسوبان على الحركه، ولكن كحزب موجود في البلاد غير موجود. غير موجود. وفما سؤال يفرض نفسه سعادة، السؤال هذا هو انه حاليا الرديف بطريقه مشابهه المدينه التالة سمى اداره ذاتيه للشؤون المدينه، شؤون مدينه الرديف كما صاير في تالة تو، يعني اجهزه الدوله مستقيله من حضورها في المدينتين. هذا الا ترى انه هذا يبطل النظريه اللي قدموها البعض انه التوانسه ما همش مسؤولين، وانه الامن يعني بصيغته القديمه هو اولويه، وانه من بعد كي يتحقق الامن يجي الاقتصاد. هي انه نجموا نعملوا تنميه من غير حتى يكون امن موجود. إذن الأمن موجود في رديف ولا في تالة، إذن هناك شبه إجماع معناها بين أهالي المنطقة على إدارة شؤون المدينة إذن لوحدهم. ولكن دائما أعود أنه يجب أن تكون هناك مؤسسات، أنا خوفا من الانفلات. أنا ونحن نرى إذن هذه الأيام إذن بعض ما يسمى بلجان حماية الثورة إذن تتطفل على إذن مسؤوليات الدولة، لأن هذا لا يعني أنه لا نطالب نحن ندير إذن وقتيا إذن المدينة، ولكن نحن نطالب إذن بإقامة المؤسسات.